عندي فراخ مفرومه وتوم وجنزبيل وصويا صوص، فلفل حار وصوص حار، الاثنين حارين ما ينفعوش، هنديلها اللي ياخدوه، كزبره جافه وكزبره خضراء وتوم باودر وبصل باودر وبقسماط ودقيق وبيض ولبن وملح وفلفل وزيت، ملح وفلفل وزيت كده. هنا اهو طيب نعمل ايه بقى يا سيدي الباشا؟ ادي الخليط ده كله كده اهو، ادي الفراخ بتاعتي، صدور الفراخ مفرومه عندي، توابل بصل بودر توم بودر حبة هوت صوص او هريسة حسب الرغبة، امشي اوعد عليه هنا، ممكن ما احطش لو مش عايز، شوية صويا صوص مش كتير عشان ما تغمقش معاكي اللحمة، كزبرة جافة، لو انا حطيت بقى صويا صوص اقوم حريص، اكون حريص في الملح اللي انا بحطه ما يكونش كتير، شويه فلفل اسود، ان معظم الاكله دي هتبقى دايما اطفال هيحبوها، اطفالي هيحبوها، فيقلل الملح يقلل الصويا صوص، لكن ممكن اخلي الصويا صوص ده هو الاوستر صوص او الصوص الحار بره ديبنج، ممكن اعمله ازاي هقول لكم نعمله ازاي، انا خليت شويه بره اهم ونشوف هنعمله ازاي، بس ناخد شويه كزبره خضراء وشويه زعتر كده، وادي شويه زعتر، ونصلي على النبي، كده طيب نشوف بقى كده دلوقتي هنعمل ايه. لو حسيت ان هي طريه شويه عندي اروح مديها شويه بقسماط كده. ست ام يوسف سلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. ست ام يوسف ازاي حضرتك؟ الله عليك وعلى الحاجات الجميله اللي بتعملها لي. صباح الفل على جمال حضرتك. كل سنه وانت طيبه. حضرتك طيب يا شيخ. اتفضلي يا فندم. اقول لك حاجه بس حب مصر يا شيخ. نعم؟ انا حديثك حاجه بحب مصر بس. اتفضلي عايزه عايزه بتقولي انا معاك يا فندم. يا ريت سمعيني يا حاجه، سمعيني يا ست الكل. يا غالية يا حبيبتي يا بلدي، رايتك برضه عاليه، ما تزعليش يا مصر، ما تزعليش، حقك عليا. يا اللي صبر على البلاوي وقلبي قوي، قولي انت تبعك. ايوه صبره بس ساكته ومني رايتك. نفسي اقول لك اني منك عاوز اعرف يوم نهايتي، نفسي اضاع واحد انترابك واللي جابك وفي حبايبك،
قولي يا امي يا اللي ناسك سابوكي وحرقوا دمك، يا اللي اصحابك خانوكي يا اللي سابوكي لامك، يا اللي شايله دمع عيني وهم سكنوا جوه غمك، احكي ليا وقت ديك وتفادي القلب اللي ضمك. الرسالة دي ليكي مستحيل ابعد عليكي، نفسي ابوس ابوس ايديكي، نفسي اقعد جوه فيكي، بايديا امسح دموع جوه في عينيكي، في قلبي مد بيناديكي ويحس بيكي وبحبك يا مصر. بشكرك على كلامك الجميل يا مصرية يا أصيلة، يا مصرية يا أصيلة، صباح الهنا على عيون حضرتك، صباح الفل على مصر وكل مصر وكل مصري ومصرية، صباح الفل على عيونكم كده. ادي ببرنق الكفتة او بكعورها. بص بس هي نفس التعريفة يعني. انما اللي مستوي باللحمة المفرومة اسم تاني هيعجبك قوي. قولي. اسمه الشيخ. اللي بعين الجمل مجدوس دوت. فالحمد لله انا استشرت حضرتك الاول عشان ملوشي. لا حبيب قلبي انت حتى لو شو ما عملت واخترعت بيبقى حلو ما بيبقاش. الله يسترها معاكي ويخلي لك حبايبك. حبيب قلبي يا ست. صباح لانا على عيون حضرتك يا ست الكل. صباح الفل على كل الناس الحلوه اللي عندك. كل الشباب اللي عندي بيصبحوا على حضرتك بيقولوا لك صباح لانا على ست جانا. صح كده يا عم يا مخرج؟ ايوه كده عشان ايه؟ اخد فاصل وارجع لكم تاني. هو دار المحطه. وهترفعها هنعملها بانيه والبانيه معروفه انا هحطها في البيض والبيض لم البقسماط. فاصل وارجع لكم تاني. هو دار المحطه. وهترفعها. رجعنا تاني بعد الفاصل وبنبرنق كده عشان نقلي الكفته بتاعتي او كورات الفراخ. ممكن اعملها بالكورن فليكس، ممكن اعملها بالشوفان، ممكن اعملها بالدقيق دورة، بدقيق سمولينا، ليا حرية الاختيار، مفيش حد ليه حاجة عندي. طيب كده هنا نشيل بقى كده الليلة دي من هنا اهو، ونصلي على النبي اهم حاجة عليه افضل الصلاة والسلام، ونشوف بقى ايه هنعمل ايه مع حضراتكم.